بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بحضراتكم في مستهل هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل، مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. بودنا أن نتحدث في هذه الحلقة عن صلاة التراويح، حكم هذه الصلاة ومدى عدد ركعاتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما شرعه الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان خصه به صلاة التراويح، تفعل جماعة في المسجد بعد صلاة العشاء في كل ليلة من ليالي رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها بأصحابه ليالي من رمضان، ثم تأخر عنهم في الليلة الرابعة أو الثالثة، وبين لهم سبب تأخره بقوله صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن تفرض عليكم. فلما فعلها وثبتت سنيتها تأخر صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أنها ليست بفريضة وإنما هي سنة. فبقيت صلاة التراويح سنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع أهل العلم ومن يعتد بهم من أهل العلم. وقد فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، واستمر العمل بها عند المسلمين إلى وقتنا الحاضر وإلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى، فهي سنة مؤكدة. وأما عدد الركعات فلم يرد به دليل على التحديد، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في قيام رمضان وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يحدد لذلك حدا معلوما، وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، ولم يحدد لذلك حدا معلوما من الركعات. وكان هو صلى الله عليه وسلم يصلي لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة كما في الحديث الصحيح، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلوات وحده، وكان يطيل القيام والقراءة، وكان يطيل الركوع، وكان يطيل السجود. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين ما يزيد على 5 أجزاء، كما ذكر ذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي فافتتح البقرة ثم مضى حتى أكملها، ثم افتتح النساء ثم مضى حتى أكملها، ثم افتتح آل عمران ثم مضى حتى أكملها، لا يمر بآية فيها ذكر الرحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية فيها ذكر العذاب إلا وقف وتعوذ، ثم ركع ركوعا نحو من قيامه، ثم سجد سجودا نحو من ركوعه صلى الله عليه وسلم، وهذا في ركعتين، فكيف ببقية الصلاة؟ هذه صلاته صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم على قدميه
حتى تفطرتها من طول القيام، فلا أحد يطيق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان يصلي وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فلما كان الأمر كذلك واجتمع الصحابة رضي الله عنهم خلف أبي بن كعب في صلاة التراويح، كان يصلي بهم 23 ركعة، فهم خففوا صفة الصلاة وزادوا في العدد عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: من كان يريد أن يطيل صفة الصلاة فليقلل من عدد الركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان يريد أن يخفف الصلاة فإنه يزيد في الركعات كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فصلوها 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين وعهد المهاجرين والأنصار. فهذا إجماع منهم على أنه لا يتقيد بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لم يحدد لنا، ولكنه كان يفعل هذا هو صلى الله عليه وسلم، وكان يطيل القراءة والركوع والسجود، وكان يصلي وحده وليس خلفه مأمومون يثقل عليهم. فالأمر في هذا لا بد فيه من هذا التفصيل، فلا نجمع بين تخفيف العدد وتخفيف الصفة، لأن هذا فعل الكسالى، وإنما إذا خففنا الصفة فإننا نزيد في العدد كما فعل الصحابة، وإذا أطلنا في الصفة، صفة الصلاة، فإننا نقلل العدد. هذا هو الاعتدال، وهذا هو السنة، وهذا هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بعض الأئمة في صلاة التراويح يتعمد القراءة بالسرعة حتى يمكنه ختم القرآن الكريم في أول العشر، فهل هذا جائز فضيلة الشيخ؟ لا يجوز الإخلال بالقراءة من أجل الختم في العشر، في أول العشر، لأن تلاوة القرآن يجب أن تكون بالتأني كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة مرتلة، يقف على رأس كل آية ويقرأ صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة ولا يسرع فيها. فخير الأمور الوسط، لا يمطط ويمدد بحيث يشق على الناس ويخرج عن القراءة المشروعة، ولا يهذرم ويسرع كما يفعله بعض الجهال، وإنما يتوسط في القراءة، فيقرأ قراءة مرتبة مجودة واضحة وليس فيها سرعة. هذا هو المطلوب. والإمام إذا رتب قراءته من أول الشهر بحد معين، قسم القرآن على حسب ليالي الشهر، فإنه يختم في آخره كما كان الصحابة يفعلون ذلك، فيقسمون القرآن على ليالي رمضان بأجزاء متساوية حتى إذا أتى آخر الشهر وإذا هم قد أكملوا القرآن. هذا هو الاعتدال. أما من يسرع ويختم سريعا أو يطول ويمضي الشهر ولم يتمكن من قراءة القرآن كله، فكلا الطرفين مفرط، ولكن خير الأمور الوسط والاعتدال. نعم. حفظكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على أمل فضيلة الشيخ صالح أن نستكمل ما تبقى من هذا الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. ختاما أيها الأخوة الكرام، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ضيف البرنامج، على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.